طب لو انا بتكلم النهارده، لو اقدر اتكلم اليوم يعني 6/8/22، 6/8/2015، نقدر نقول النهارده ايه اللي تحقق اليوم في قناه السويس النهارده؟ يعني 7 سنين عدوا، 130 ألف سفينة مرت خلال ال7 سنوات دول، 8 مليار طن بضاعة، 40 مليار دولار تحققوا خلال ال7 سنوات. ده ياخدنا ان لا، ان قناة السويس كان ليها أهمية، وانه لولا قناة السويس الجديدة احنا ما كناش حققنا الأرقام دي. احنا النهاردة معدي 89 سفينة بحمولة 5.2 مليون طن بضاعة. الأرقام دي ما كانتش تتحقق غير بوجود قناة السويس الجديدة وفضل مشروع اللي تبناه سياده الرئيس، وكان بدايه او قاطره المشاريع العملاقه للمشاريع اللي بتحققت لغايه دلوقتي، واللي بدا في 2014 وافتتحناها في 6/8/2015. كان متوسط السفن قبل كده في قناه السويس القديمه كان بيتراوح من 42 ل 45 سفينه، احنا دلوقتي بنتكلم في متوسط من 62 ل 65 سفينه. لكن الرقم 85 و90 سفينه و80 سفينه ده اصبح بينا بنشوفه كل اسبوع مره او مرتين، ما كانش الكلام ده يتم ابدا غير بقناه السويس الجديده. السفن العملاقه اللي احنا بنقول عليها 240 الف طن، 24 الف حاويه، غاطس 17 متر ونص، ما كانش ممكن يعدي في قناه السويس الجديده، ولولا قناه السويس الجديده في قناه السويس القديمه، ولولا قناه السويس الجديده دلوقتي احنا كان زمان تصنيف القناه كان هيبقى في تصنيف درجه سيئه جدا، وكانت الممرات بقى البديله اللي بيتكلموا عليها فعلا كان ممكن يبقى ليها تواجد خلال الكلام ده. قناه السويس الجديده قضت بصراحه على الطرق البديله كلها. طيب لو احنا بنتكلم على الـ الـ الاهميه، وانه القناه الجديده ادت ميزه اخرى لقناه السويس، وزي ما حضرتك بتقول انه حتى الترتيب او التصنيف بتاعنا كان ممكن يبقى ايه بصراحه، لو احنا ما جاتش ان احنا خدنا قرار، الرئيس اخذ القرار وخلال سنه واحده تقوم ب يعني انه القناه تشتغل خلال سنه واحده، لو ما كانش ده حصل كان وضعنا ايه النهارده؟ تصنيفنا بقى ايه؟ حجم الحركه عند حضرتك قد ايه؟ حجم الدخل بتاعنا كان هيبقى قد ايه؟ لا، التصنيف طبعا كان هيبقى تصنيف ضعيف، وكانت هتبقى من الممرات اللي هي غير يعني غير مرصوده ان السفن تعدي فيها، او التشكيلات او القوات بتاع الوحدات اللي هي تمر فيها. كان هيبقى عندنا بنمر السفن دي بتمر في 22 ساعه، دلوقتي بقى بتمر في 11 ساعه. كل ده كان هيبقى تاثير ليه كبير جدا على قناه السويس لو فضلنا بقناه واحده. العائد اللي بيمر دلوقتي وعدد السفن عن ما زي قبل، زي ما بنقول احنا كان متوسط عدد السفن تروح من 42 ل 46 سفينه، دلوقتي احنا بنتراوح من 62 سفينه ل 65 سفينه. يعني كل دي الارقام دي كنا هنخسرها. ال7 مليار دولار اللي احنا حققناها خلال السنه السابقه دي ما كناش ممكن نحقق ولا حتى 5 مليار دولار. عدد السفن بنتكلم في 22 الف سفينه، كنا بنتكلم قبل كده في 18 الف او 17 الف سفينه، ده يعني وكنا بنقول عليه رقم كبير. لا، ففرق كبير جدا ما بين قبل 7 سنوات قبل قناه السويس الجديده، و7 سنوات بعد افتتاح قناه السويس الجديده، وبالذات ان هي دلوقتي بقت محط نظر لكل التوكيلات المحليه والخطوط المحليه. كل توكيلات او وحدات او مراكب عايزه تعدي بتعدي في قناه السويس الجديده الاول، او بتاخد قناه السويس كبديل الاول ليها، وبعد كده تبقى تشوف حاجه تانية.